بيوت يا ولاد احلى قعدة المكان الدايرة من شوه بيوت يا ولاد احلى قعدة يا حلاوة الايد الشغالة مشاهدينا اهلا بيكم حلقه جديده من برنامج يا حلاوه الايد الشغاله خليكم معانا وتابعونا مشاهدينا اهلا بيكم مره تانية والنهارده حلقتنا مميزه هنتكلم النهارده مع يعني عمال وموظفين داخل مكان يمكن الشعب المصري كله بيحب المطاعم وخاصه اكل الكشري. الكشري من الاكلات الشعبيه اللي الشعب المصري دايما يعني بيحب ياكلها في المواسم ولما يبقى خارجين من البيت. النهارده معانا او من داخل احدى مطاعم الكشري بمحافظه الاقصر الاستاذ تامر سعيد مدير المكان. برحب بسيادتك معانا. اهلا بك، شرفتنا. استاذ تامر، طبعا زي ما انا قلت ان اكله الكشري عموما اكله شعبيه وكلنا كمصريين بنحبها ومعروفه من زمان، ولكن في البدايه يعني عايزه اعرف المكان اكتر. ده مطعم للكشري يعني؟ مطعم للكشري وطواجن وحواوشي وبيتزا وكريبات. يعني ان البيتزا والحاجات دي بقت دخيله على الكشري. صحيح، زمان كان الكشري هو الاوحد. هو الاوحد صحيح، بس دلوقتي احنا بنقسم المطعم كاكتر من قسم عشان يكون الرغبه عليه الاقبال اكتر. في تنوع في التنوع. صحيح، لان برضو في ناس بتبقى مثلا عايزه تطلب حاجات تانية غير الكشري. صحيح صحيح، لكن الكشري هو الاهم يعني. هو الاهم طبعا. احنا الطبق الرئيسي عندنا هنا هو الطبق الكشري. صحيح. استاذ تامر، لو حبيت الاول ابقى عايزه اعرف يعني دراستك ايه وكنت الاول بتشتغل ازاي؟ انا خريج بكالوريوس سياحه وفنادق قسم ارشاد سياحه. انا تخرج 2011، فيعني الواحد ما اعتمدش على السياحه كاعتماد كلي يعني، لان احنا اتخرجنا في 2011. ده كانت معمعه بقى. كانت صحيح في سنوات. صحيح صحيح. فكانت يعني سياحه ولا لا؟ والله انا يعني اخذت فكره عن السياحه بس ما طولتش فيها. فمن 2011 كان يعني زي ما انت حضرتك اشتغلت في الشات ولا اشتغلت في فنادق؟ لا اشتغلت في مركب يعني. معروفه يعني الاقصر ما شاء الله مراكب وفنادق، يعني الارضيه السياحيه كبيره. متميزه بالتراث السياحي يعني. ف ما وقفناش عند السياحه يعني. احنا لما من 2011 كان في ثوره وكان في الاحوال البلد غير مستقره، فاتجهنا لعمل تاني يعني. ما وقفناش حياتنا ان احنا اقيد نفسي ان انا اشتغل في السياحه خلاص والكلام ده، لا. انا شفت مجال تاني، سافرت جربت سافرت برا مصر.
يعني في 2014 تقريبا، من يعني من افضل المجالات اللي انا اشتغلت فيها في برا مصر اللي هي المطاعم يعني. فانا يعني حبيت المجال ده. انت لما سافرت برا مصر اول مره تشتغل في مطاعم خارج مصر مش في مصر؟ صحيح، اول مره اشتغل في مطاعم خارج مصر كان في براند عالمي يعني، بس كنت كاستمر سيرفيس يعني. تمام. فانا حبيت المجال من المطلق ده يعني. وما استقريتش خارج مصر؟ لا لا لا، ما استقرتش. هو والله والله هو الاستقرار داخل البلد وتبني افضل، وان انت تبني نفسك داخل البلد بيكون افضل وافضل يعني. مسير الواحد يرجع للبلد تاني. واكيد استاذ تامر، يعني يمكن المده اللي خدتها خارج مصر قد ايه مثلا؟ يعني من 2014 لمده سنتين ثلاثة كده. السنتين دول أكيد يعني أدوا لك خبرة، خدت خبرة شوية وحاولت تطبق يعني اللي خدته برا مصر داخل مصر. صحيح، داخل مصر. صحيح. إيه بقى الجديد اللي اتعلمته خارج مصر؟ والله الجديد اللي اتعلمته اللي هي الإدارة الصح للمطعم يعني. في هناك بيهتموا كتير يعني بالإدارة اللي هي بيكون تدرج الوظيفي فيها بيكون أعلى، وكل واحد كقسم يعني مختص بقسمه يعني. احنا مفتقدين هنا في مصر في المطاعم العالمية كمان أو الشعبية التدرج الوظيفي يعني، اللي هو كل واحد مختص بقسمه او كل واحد يعني انا متخصص في المكان الموجود. متخصص في المكان الموجود فيه فعلا. التخصص كويس طبعا. طبعا بس ما يمنعش ان يبقى عندي فكره عامه عن الموضوع كله. طبعا ما هو لو كل انسان لو اخذ الفكره العامه للمطعم بيكون افضل يعني. افضل طبعا بكثير. كنت متخصص اداره من الاول ولا كان في؟ لا والله كان الاول انا كنت كاستمر سيرفيس، اللي هو يعني انا حبيت المجال في المطعم يعني. فنزلت هنا مصر، فأول نزولي كان على المطعم هنا في الفرع ده، فنزلت مشرف. بس انت ما حبيتش يعني مثلا الشغل كشيف، لان الشيفات دلوقتي ليهم وضعهم فعلا يعني، وناس بقوا يعني فعلا عليهم متسلط عليهم الضوء يعني. صحيح. بس انت ما حاولتش تتعلم حاجه مثلا تدخل كشيف؟ لا، انا دايما بدخل. لا لا، انا دايما بدخل مع الشيفات ان انا اتعلم حاجه منهم. تعلم. طبعا يعني لازم اتعلم منهم وافيدهم باللي انا عارفه ويفيدوني الإدارة، مش بس إن هي سلطة مكان أو أنت ما حاولتش تتخصص كشيف يعني، يبقى أنت شيف والشيف تامر. لا لا والله لا لا لا، أنا كإداري يعني. أنت حابب شغل الإدارة فقط؟ صحيح. تمام. الحاجة الثانية إن أنا بنتعاون مع الشيفات هنا يعني. أنا مش كإداري إن أنا ما أدخلش في مثلا إن أنا أعرف الصنف ده بيتعمل منين، أنا لازم أكون عارف تمام. صحيح. تمام المعرفة بالحاجة اللي أنا بعملها في مكاني عشان أقدر. أخدت سنتين خارج مصر ورجعت تاني؟ لا، أنا رجعت من سنتين. من سنتين؟ آه. يعني خدت كده 6 سنين تقريبا. من 5 سنين. لما رجعت على الأسرة على طول؟ رجعت على الأسرة. بدأت أتفكر إزاي بقى إن أنت تشتغل في الأسرة؟ والله انا اخذت الفرصه ان المطعم يعني كان محتاج موظفين، كان لسه فاتح الفرع. اول فرصه عمل تعرض عليك بعد ما رجعت من بره مصر؟ صحيح، كان الفرع لسه جديد وقدمت في الوظيفه يعني، والحمد لله يعني ربنا وفقني. كان في امتحان وكده؟ طبعا كان مع المدير العام. صحيح، مع الإدارة العامة. والله كان بيسألني يعني ايه الأفضل بره عشان ننفذه هنا يعني. فهماني. فأنا طبعا فالحمد لله بفضل ربنا يعني. يعني الفكرة اللي ممكن أو ايه إجابة السؤال كانت؟ والله إجابة السؤال إن أنا يعني كستاف لازم بنتعلم مع بعض كده من الالف للياء مع بعض. حتى من كاداري لازم انا اعرف امكانيه التشغيل عندي ازاي، او الخامه اللي انا بشتغل بيها ازاي عشان ارفع من مستوى المطعم يعني. هو عموما
الإدارة أو المدير عموما لازم يبقى مطلع على كل حاجة، يعني أي قسم عنده في المكان يبقى عارف القسم ده بيشتغل إزاي، واختيار الموظفين برضه. ده شيء مهم جدا لأي مطعم، يعني أن أنا أختار موظف يكون إيه الإمكانيات أو أخصصه في أي. عندك أي عدد العمال هنا قد إيه؟ يعني الشيفات العمومية هنا يعني ستة تقريبا. تقريبا شيف عمومي ده هو تخصص الشيف الكشري طبعا ده لازم يبقى من الاخر. ده ما فيش كلام، وضع تاني لا غبار عليه. ده لازم شروط قبول شيف الكشري التست لازم اعمل التست والله. طبعا يعني اعمل لك طبق كشري وتدوق لازم. احكي لي تجربة، يعني هل جمعت كذا شيف وعملوا لك كذا طبق لا ده يوميا لازم اعمل تست. لا عموما في الاول في البداية يعني، ولا انت جيت لقيت الشيف موجود؟ جيت الشيف بس بعد اختبار من مجلس الادارة. طبعا الحاج انت يوميا بيعملوا لك طبق كشري؟ لازم اعمل يوميا لازم ادوق الوجبة قبل ما تنزل. صحيح. طب بيبقى في اختلاف يوم عن يوم؟ بص حضرتك، احنا لازم يكون التست عندنا نفس الشيف اللي بيعمل كل يوم بيعمل لك كل يوم الطبق. صحيح، عشان اشوف الجوده اللي طلعت بيها. انا اشتغل مدير كشري بعد كده. تشرفينا بس عشان اعرف ما دام فيها طبق كشري. لا والله والله تشرف. لا انا لازم اعرف يعني الوجبه طلعت كالتست فيها. يبقى في اختلاف يوم عن يوم ولا نفس الموظف؟ لا ما احنا يعني اقول لحضرتك لو في اختلاف ما ينفعش هنا، يعني ما ينفعش، مستحيل، عشان انا تعودت على طبق كشري تيست معين. تيست معين، فلو في حاجه غريبه هتحس. هحس بيها خلاص. يعني في اختلاف خلاص انا اتصل بالشيف. لا في اختلاف. لازم كل يوم يوميا كده اعمل تيست على الوجه يوميا. صحيح. خلي بلدك أكبر حيز راجع بقى ربوك حسابك، شغلك حيخليك تتميز على أي أمور في حياتك. خلي بلدك أكبر حيز راجع بقى ربوك حسابك، شغلك حيخليك تتميز. أنا ما ساعد من ما تنامش، ما تسنين انت ما بتقومشي. احنا بنعمل كده لولادنا، من قاعد معظمنا حيمشي. قول انا واهب تعب البلدي المصدر اكبر متحيز. يعني ما حاولتش برضو او شيف الكشري بشكل عام ان هو يضيف تستات او مذاقات اخرى، يجدد في الكشري عشان الاجيال اللي طالعه برضو عايزه تجديد كل يوم للاحسن. يعني مش الشباب اللي طالع ده يعني بيبقى عايز كل يوم جديد وعايز اختراعات وافتكاسات كده. صحيح. للافضل. يعني انا ما عنديش مانع ان هو للافضل، بس ما يكونش ايوه طبعا. صحيح. اقول للافضل، يعني حاجه للافضل، حاجه ان هي تخلي الزبون يبقى دائم عندك. صحيح صحيح. زي مثلا احكينا عن تجربه. يعني احنا اهم حاجه عندنا في الكشري الصلصه. الصلصه طبعا هي اللي بتعمل المزاج. هي اللي بتعمل المزاج الصلصه فعلا. يعني انا لما باكل كشري من غير صلصه احس عادي، باكل بقوليات مكرونه على عدس، على احط الصلصه الطعم بيختلف تماما. الشيف الصح الصلصه. طبعا لو يطلع التست بتاع الصلصه. يعني الكشري هو الصلصه. صحيح. في ناس بتحب تاكل الكشري من غير صلصه، مش عارفه ازاي. والله ده برضو اذواق دي، يعني كل واحد يعني على حسب. يعني انا في زبوني بيجيني هنا او العميل بتاعي بيجيني هنا، يعني عايز رز يكون زياده، مكرونه اقل، مكرونه زياده، على حسب اذواق. يعني على حسب طلب الزبون. طلب الزبون. صحيح. يعني ما بينزلش الاوردر وخلاص ده هو اللي هينزل. لا لا طبعا انا بشوف الزبون ايه المفضل عنده قبل ما ينزل. يعني انا معانا المتر برضو بيسال الزبون الطلب بتاعك ايه قبل ما بينزل، يديله الاوردر تحت، بيكون الاوردر باذن الله يعني على تمام
يعني زي ما بيحب الزبون، مش زي ما احنا بنقدم الطلب كمان. الاكلات اللي عايزين نقول اكلات دخيله على الكشري زي الكريب بقى والحواوشي بيجي ليها شفات. صحيح الحواوشي دلوقتي احنا بنقول يعني زي ملازم الكشري. طبعا يعني في ناس شايفه ميكس بينهم. لا في واحد يعني يجيب لك كشري وجنبه حواوشي اللي هو زي السناكس كده بتاع الكشري. دلوقتي الجديد يعني في انت كمدير بتبقى يعني بتطلع على الاوردرات كل طبعا يوم اللي بيطلع. طبعا بتشوف في الصاله تحت واشوف الاوردر اللي طالع للزبون ازاي. ممكن ان انت تقول الكشري بقى ميكس مع الحواوشي ده اكيد نتيجه لان انت بصيت وشفت. صحيح ده فعلي يعني الحواوشي بيجي يعني مع الكشري. صحيح. لا مصري ما فيش حاجه غريبه علينا. لا طبعا ايه تاني بقى اللي انت اكتشفته؟ والله الزباين كلها يعني اهلنا هنا وجيراننا واخواتنا. بتقدر تطلع افكار من الزبون او تطلع مثلا زي ميكسات كده يعني؟ انا بستفيد من يبقى في المنيو حاجه رئيسيه. والله انا بستفيد في كل الحالات، انا بستفيد من الزبون بتعليقاته. يعني انا باجي في الصاله هنا بسال الزبون ايه اخبار الاكل، ايه اخبار الوجبه اللي نزلت لك، فيها مشكله، فيها اي حاجه. طبعا في تواصل بينك وبين الزبون. طبعا يعني ده يعني احنا مش مجرد زباين بس، يعني احنا هنا بيكون في الصاله او يعني طبعا زي اهل الصعيد هنا كلنا اهالي وكلنا قرايب اهل بعض. صحيح لازم يكون في واحد او قريبه في اثنين او ثلاثه في الصاله لازم يكون معرفه عارفاه. صحيح. انت عندك 6 شيفات تقريبا ولا؟ طب بقى العمال عددهم قد ايه؟ يعني اجمالي العمال عندي 30 عامل. في شفتين، يعني احنا على الشفتين يعني. شفت صبح وطقم الصبح وطقم بالليل. صحيح. 30. العمال بقى بتعاملوهم ازاي؟ هل ليهم يعني عقود ولا تأمينات؟ كلمني بقى على والله احنا برنامج الايد الشغاله دايما بنراعي العماله في اي مكان. بنعملهم فعلا يعني. وفي شباب يعني بيتربى في المطعم هنا، يعني زي ما بيقول اهدى يعني ابن المطعم او يعني من منشاته هنا معانا لحد ما بيكون ما هو خلاص مكان تاني اما يستمر. عندي يعني انا عندي المتر محمود لي 10 سنين في السلسله هنا، يعني احنا من يعني افتتاح اول فرع من تقريبا من 20 او 21 سنه في الغردقه. يعني نقول متربي في السلسله يعني، فمستحيل يعني ان احنا نقصر في حقوقه كموظف. طبعا نقصر في حقوقه كموظف يعني. لو موظف اخطا ازاي بقى بيبقى؟ والله على حجم الخطا اللي هو يعني احنا ممكن في خطا بيتعالج وفي خطا ما بي يعني. احكي لي موقف حصل. والله هو ما فيش موقف معين بس على حسب يعني ايه الموقف الوارد. يعني احنا كمواقف يعني طبعا في كل مطعم لازم يكون في مواقف يومية كده مع العمال شد بس بتكون محلولة يعني كحد يعني مش صعبه يعني الامور. يعني احنا ما بنصعبش المكان يبقى محتضن العمال اللي فيه طبعاً. ويبقى يعني مراعي مصالحهم اكتر. بس حضرتك يعني احنا العمال او الصنايعيه اللي عندنا احنا مش بنتعامل معاهم يعني كاداري صرف يعني، لا احنا اخواتنا ومعظمهم قرايب. ما فيش الكلام ده دلوقتي. يعني دلوقتي بقى كله يعني واعي وعارف هو بيعمل ايه، والادارات بقت مقربه جدا مع موظفين. صحيح. انا شايفه ما شاء الله الديكورات هنا يعني مختلفه شويه، بتكتبوا امثال حمص كل ما ينقص عمال يرقص. الافكار دي بتجيبوها منين؟ لا والله بيكون في واحد مختص بال حد مختص طبعا للدعايه عندنا يعني.
بالحاجات دي. كويس ان احنا بنبدع يعني طبعا. حاجه حلوه ان احنا نبدع ونطلع ابداعاتنا كده. احنا المكان ده يعني مصدر رزق لينا يعني، ما لو اهملنا فيه اهملنا في رزقنا في الاول وفي الاخر يعني. ومتابعه مع صاحب المكان يعني مدير مجلس الاداره صاحب المكان يعني فرعين او ثلاثه او اربعه واهمل لا او على طول بتواصل فينا والمديرين برضو العام المدير العام برضو بيتواصل معانا دايما وبيجي لنا دايما ودايما بنطور يعني في استاذ تامر. المواسم طبعا اكيد انتوا بتستعدوا لها غير استعداد باقي السنه يعني. يعني احنا عندنا مثلا ما شاء الله في عيد رمضان تحديدا بيبقى في انطلاقه من الناس كلها على مطاعم كشري تحديدا يعني. صحيح والله احنا بنستعد له في اخر اسبوع في رمضان يعني شغالين هنا بالمنطقه يعني. لا المنطقه هنا في يعني فيها من الاخوه المسيحيين كتير، فطبعا بنراعي النقطه دي. احنا دول اخواتنا يعني فما نقدرش نزعلهم من طبعا. فدايما في رمضان بنكون فاتحين برضو عشان اخواتنا المسيحيين يعني. بتستعدوا للعيد بقى قبلها باسبوع باذن الله؟ بتزود عماله مثلا ولا بتزود انتاج؟ طبعا الاثنين عماله وانتاج والخامه. الخامة لازم أكون نفس الخامة اللي أنا شغال بيها تكون جاهزة عندي، ما يكونش فيه تقصير، عشان لو قصرت خامات أنا وقعت يعني. يا حلاوة الإيد الشغالة ورونا الهمة يا رجالة، المكان الزاير من شوق بيوت أولاد أحلى أولاد، المكان الدايرة من شوه بيوت أولاد أحلى أولاد. يا حلاوة الإيد الشغالة، يا حلاوة الإيد الشغالة ورونا الهمة يا رجالة، يا حلاوة الإيد الشغالة ورونا الهمة يا رجالة. المكان الزاير من شوق بيوت يا أولاد أحلى أولا، المكان الزاير من شوق بيوت يا أولاد أحلى أولا. يا حلاوة الإيد الشغالة. استاذ تامر طبعا يعني احنا اليومين دي بنشهد طفره من الاسعار، ويعني كل شويه السعر بيرتفع وبيزيد، بتتعاملوا ازاي معاها؟ وخاصه طبعا ان الاكلات الشعبيه الموجوده هنا يعني هي الاقرب للشعب واقرب للناس يعني، فبيبقى محبوبه واسعارها المفروض تبقى يعني رخيصه شويه على متناول ايد الجميع. صحيح. لا والله بس احنا مش بنرفع اللي هو السعر اللي هو المتخيله حضرتك يعني. احنا ما على ان احنا بنساوي التكاليف مع الشغل بتاعنا يعني. فمش بنرفع الرفع اللي هو المضلة للعميل او تعادل مع التكاليف اللي هو مش المضلة اللي هو اللي هو مضلع للعميل او الزبون اللي بيجينا يعني، او ما بيحسوش يعني. ما بيحسش لا 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 لا، هو مش الفرق المضلع يعني. بس ف يعني اكيد اي مكان بيبقى عايز يجدد، عايز يحط افكار جديده في المكان، بيبقى عندك اجنده كده، اشتغلنا كذا، احنا ممكن الشهر الجاي نعمل كذا، ممكن نجدد، بتتواصل مع الاداره مثلا تقول لهم الكلام؟ لازم مع اي مدير بيكون في ستيك نوت كده بيكتب فيه الافكار اللي هو محتاجها. من انا ممكن اخد فكره من صنايعي عندي او من موظف عندي واسجله، عشان فيما بعد لو احتجت الفكره دي او اطبقها يعني. ما فيش اي مشكله عندي، انا طول ما انا يعني موجود في المكان انا حابب اطور المكان للاحسن وللافضل يعني، او اللي هو هيواكب العصر يعني. مع كل عصر الجديده اللي انت مثلا طبقتها والله الفكرات كتير يعني، انا يعني الافكار كتير يعني، هو مش فكره محدده والله، بس الافكار يعني هي بتيجي وبتتنفذ يعني.
يعني هل مثلا بتطلع على النت؟ هل خبرتك خارج مصر حاولت تطبق حاجة هنا مثلا؟ لازم طبعا. يعني اتعلمت ايه مثلا من خارج مصر؟ بتقول اشتغلت في مطاعم. صحيح. يعني قول لنا برضو تكنيك شغل المطاعم بره بيبقى ازاي؟ والله اللي هو النظام دايما دايما اي مطعم لازم يكون فيه نظام، يعني 100% يعني خضع صفر في مطعم بيضيع مطعم. يعني لو طبعا طبعا النظافه دي شيء مهم، لان الواجهه الاولى هي الواجهه الاخيره للمطعم. يعني مقدمه المطعم هي نهايه المطعم. يعني حضرتك انت لو دخلت في اي وقت المطعم عندي هنا وبصيت على مقدمه المطعم اكيد هتعرف ان اللي فوق افضل. يعني فهماني؟ الاهتمام بالنظافه اكتر من اهتمامي بالمطعم كله. لازم النظافه دي شيء مهم متابعه. صحيح. كمكان كستاف يعني لازم دي ده لازم اللي انا اهتم بيها في المقدمه. يعني بتتقبلوا طبعا اي نقد من الزباين؟ طبعا. ما بيبقى في حد متخصص للحاجات دي؟ طبعا بنقبل اي نقد والله. يعني زي ما بيقول المثل، يعني اي شجره مثمره. طبعا صحيح صحيح. ف يعني مش حاجه كامله، يعني اكيد في نقص في حاجه معينه احنا بنحاول نكمله. احنا بنتلاشى يعني او نتلاشى الاخطاء. يعني او لو في خطأ وارد او الكلام ده، لان كل مكان لي ممكن يكون فيه الخطأ وارد. يعني ما احنا مش استاذ تامر، يمكن احنا برضو بنتبنى من خلال برنامجنا ان احنا بنحاول يعني مثلا توفير فرص عمل للشباب، ان حد بيشوفنا دلوقتي يكون في المكان هنا فرصه عمل. يعني ممكن حضرتك تعلن عن فرصه عمل من خلال برنامجنا؟ والله انا بتابع الجروبات بتاعت الأقصر على طول. يعني واي واحد بيكون محتاج فرصه عمل وبيكون متوفر عندي هنا الفرصه دي، انا بتواصل معاه شخصيا. والله ده فعلا ده مش مجامله، عشان لا ده فعلا. انا لما بكون محتاج ان انا موظف عندي او في عجز في موظف عندي، وبيكون في بدخل على الصفحات وبيكون في شاب محتاج وظيفه والكلام ده، انا بتواصل معاه شخصيا. يعني ربنا يبارك لك، لان فعلا احنا شبابنا حاليا محتاج اللي يدعمه، محتاج يعني حد يقف معاه. شباب كتير عايز يشتغل دلوقتي. وانا المشكله في الأقصر يعني ان هي اعتمادها الكلي على السياحه، والسياحه باذن الله لا تعافت وان شاء الله تفضل في التعافي ده. ولكن السياحه برضو موسم، يعني اولا واخيرا بتبقى موسم، وبيبقى في فتره بيبقى الشغل فيها قليل. فاحنا محتاجين مشروعات اخرى تنفذ داخل محافظه الاقصر، محتاجين شباب يساعد الشباب. شباب بيشتغل زي استاذ تامر يساعد الشباب اللي مش بيشتغل. والله انا مش بنقصر مع الشباب والله. والله حتى متابعه الجروبات، يعني انا يعني حاليا محتاج موظفين. طيب والله انا لا والله اللي يعني انا بختار الموظف اول ما بيجيني بامكانيات شغله. يعني لو هو ليه خبره ما تعلنش عايز حد، ولكن انت بتبقى يعني بتشوف حد عايز شغل بتجيبه؟ لا ولا بعلن النقص عندي يعني او اللي انا محتاجه في المكان. يعني انا مثلا محتاج شيف بيتزا، لازم يكون واحد متخصص للشيف البيتزا عشان يجي. يعني ما ينفعش ان في تغيير في المكان. او لو واحد مبتدئ شيف يعني ممكن يبقى عامل لو واحد مبتدئ احنا بنحاول، ولو في بنكون محتاجين الموظف هنا بنحاول ان احنا نعلمه ونديله تدريب، وفي فتره التدريب. صحيح. يعني في عماله كثيره من المطعم، يعني الحمد لله وفضل ربنا بيجوا في شيفات دلوقتي. و احنا من الحاجات اللي دايما بنتكلم فيها ان مش لازم نطلب حد عنده خبره، لان انا هجيب الخبره منين؟ انا لسه متخرج او متخرج بقالي سنين وما اشتغلتش قبل كده، هجيب لك الخبره منين؟ فممكن يبقى في فتره يعني دوره تدريبيه او تدريب في فتره تدريب لاي عامل بيجيني بيكون محتاج شغل وانا عندي نقص في المكان،
فبجيبه السن والكلام ده التعقيدات دي يا ريت ما يبقاش موجود. لا لا والله لا والله ما بشترط بسن ولا حاجه، احنا بنشوفه كفاءه للعمل فبنشغله عاد. على اي امور في حياتك خلي بلدك اكبر حيز، راجع بقى رجوك حساباتك، شغلك حيخليك تتميز. على اي امور في حياتك خلي بلدك اكبر حيز، راجع بقى ركوك حساباتك، شغلك حيخليك تتميز. انا لا تساعد من ما تنمشي، ما تسلين انت ما بتنمشي، احنا بنعمل كده لولادنا، من قاعد معظمنا حيمشي. قول انا واجب تعب البلدي ومصر انا اكبر متحيز، قول انا واجب تعب البلدي ومصر انا اكبر متحيز. احنا طبعا في نهاية كلامنا، انا سعيدة جدا بوجودي مع يعني شخصية شابة بالشكل ده وطموحة وكلامها جميل ومشجع ومحفز لشبابنا، يعني بتمنى لك كل خير وبتمنى لاستاف العمل هنا كل خير ان شاء الله ودايما بالتوفيق باذن الله. شكرا لك. شكرا لكم وشرفتونا. الله يخليك. شكرا. مشاهدينا طبعا في نهاية كلامنا دايما بنقول لشبابنا يعني ما تيأس، يعني لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس. حاول تخرج تدور على شغل، تشوف أي مكان، الشغل في أي مكان وبأي طريقة مش عيب طالما شغل بما يرضي الله. طبعا يعني نصيحتي للشباب زي ما بقول لازم نخرج وندور على شغل ونحاول نشتغل ونحاول نعمل نصنع لنفسنا كارير داخل المجتمع. طبعا في نهاية كلامي وبشكر ضيف النهاردة وبشكركم على حسن الاستماع، وإلى اللقاء. يا حلاوة الإيد الشغالة. الإيد الشغالة ورونا الهمة يا رجالة، يا حلاوة الإيد الشغالة ورونا الهمة يا رجالة. المكان الزاير من شوق بيوت أولاد أحلى أولاد، المكان الزاير من شوق بيوت أولاد أحلى أولاد. يا حلاوة الإيد الشغالة، يا حلاوة الإيد.